السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم تخص موضوع الصفحتين الخاصة بالرياضيات اللي متعلقة بالبايوكيميكال رياكشن انجينيرينج، والموضوع هو تحديدا إلى علاقة بموضوع العالمين اللي هما ميكاليز-منتن إكويجنز واشتقاق هاي المعادلة. حقيقة معادلات مهمة تستخدم بالتفاعلات البيولوجية اللي عادة يرمزوا لها MM كاينتيكية كناية إلى الميكاليز-منتن إكويجن. أول قضية نذكركم بيها من باب المعلومات العامة هو الأنزيم فيرمنتيشن. يعني أكيد حضراتكم تعرفون أن الأنزيم فيرمنتيشن عمليات التخمر هي معروفة منذ آلاف السنين، ومن خلالها قدروا يصنعون الأجبان وغيرها من المنتجات والمشروبات اللي ممكن أن من خلال المايكرو أورغانيزم الكائنات الحية اللي موجودة أن يصير عندنا تكسر للجلوكوز، وبالنتيجة ينتج عندنا الإيثانول وثاني أكسيد الكربون. وأيضا من أهم التفاعلات اللي هي من خلالها تتحطم السكريات اللي موجودة بالسبستريت، فالتفاعل الآتي اللي عندنا الجلوكوز وجود الخمائر اليز راح ينتج عندي إيثانول وثاني أكسيد الكربون، وهذا هو التفاعل الكيميائي للصيغة الكيميائية لهذا التفاعل. فهذه من البديهيات الأساسية بالتفاعلات البيولوجية أو البايو كونفرجن نسميها، التحولات البيولوجية. طبعا خلي بالنا أنه الإنتاج الصناعي وعلى المستوى الإنتاجي يتم بعدة مفاعلات، من أهم هاي المفاعلات اللي نتحدث عنها types of fermentation processes، انواع الفرمنترز اللي هي الرياكترز ما يسمى بالبايو رياكترز اللي تستخدم بالتفاعلات البيولوجيه، عندي الباتش فرمنتيشن بروسيس، وعندي الكونتينوس فرمنتيشن، فهذه يستخدم بها مفاعل الباتش، والكونتينوس بروسيس يستخدم بها مفاعل الكونتينوس، وما اكثر المفاعلات الكونتينوس، عندي الباكيت بيد، عندي CSTR، عندي أنواع أخذناها في المحاضرة الأولى من الكونتينيوس رياكترز. طبعا ما هي أهم العوامل اللي تأثر على عمليات التخمر؟ أيضا مرت علينا سابقا بس من باب التذكير، الفاكتورز العوامل اللي تأثر على عملية التخمر هي الحرارة أكيد، لأن الحرارة قلنا مؤثرة على الكائنات الحية، البي اتش أيضا مهمة الدالة الحامضية، والأمور الأخرى هي النيتر أند كومبوزيشن أوف ذا ميديا، طبيعة وتركيز المادة اللي مستخدمة اللي هي السبستريت، وعندك الديزولفد أكسجين كلش مهم، والديزولفد كربون دايوكسيد كلش مهم، وأيضا نوع الرياكتر اللي هو قلنا باتش أو كونتينيوس. كل هذه هي أمور حبينا نذكركم بها. نجي الآن على المعادلة اللي ذكرناها في بداية المحاضرة اللي هي MM equation اللي هي Michaelis-Menten equations اللي معروفة بالبيولوجي. هذه يعني المعادلة اللي هي تستخدم for most enzymes، ال rate of reaction can be described by Michaelis-Menten. إذن هو rate of reaction، من خلال هذا rate of reaction البيولوجي أقدر أوصف كثير من الأمور. طبعا وجدوها هي على اسم العالمين Michaelis-Menten اللي بعام 1913 توصلوا إلى هذه المعادلة. شو تقول هاي المعادلة؟ تقول V naught اللي هو الانيشال فيلوسيتي بالمولز بير تايمز، واللي هو انديكيشن فور ريت اوف ترانسفورميشن او البايو كونفرجن بروسيسز، فيساوي الفي ماكس في الاس على الكي ام زائدا الاس. فشنو الاس؟ الاس هو السبستريت كونسنتريشن بالمولر. سبستريت هي ماده التغذيه الاساسيه. ماده التغذيه الاساسيه مثلا لو قلنا مثالنا مثال الخبز، السبستريت هو منه؟ هو الستراش، هو النشا. عندنا الصناعات انتاج الايثانول، ايضا السبستريت هو المواد السكريه، سكر بالعنب او السكر بالتمر، كل هذا هو سبستريت. الجلوكوز حتى يعتبر هو الماده الاساسيه في اللي تتحول الى المنتج المرغوب. فإذا السبستريت هو S يرمزوا له، الـ Vmax هو الـ Maximum Velocity، والـ Km هو الـ Substrate Concentration at the Half Max، في المنتصف الماكس مالتنا، قد الماكس فهو في منتصف الماكس مثل ما راح نشوف بالرسم.
فإذا الكي ام نقدر الكي سب ام نقدر نحسبه اللي هو السبستريت كونسنتريشن كونسنتريشن عند من عند الهالف في ماكس عند منتصف اقصى سرعه موجوده. هذا هو الرسم اللي هو ميكاليز منتن كيرف. هذه هي العلاقه بين الاس تركيز السبستريت ويا من ويا الفي نوت اللي قلنا عليه هو الانيشال فيلوسيتي، وهذا تنطيني هذا الكيرف باللون الاحمر. والماكسيمم مالته هو الفي نوت، اكيد راح يكون في نوت يساوي في ماكس اللي هو يستقر به هنا يثبت، هذا هو الفي ماكس. فالمنتصف مالته تقرا الكي ام في منتصف الكي سب ام تنقرا في منتصف الفيلوسيتي رينج وتقرا القيمه مالت الانزيم او الكونسنتريشن مال الماده اللي نتحدث عنها اللي هي الفي نوت اللي هو الانيشال فيلوسيتي. فهذا الرسم مهم حقيقه، هو رسم الميكاليزمنتن وفلسفه الميكاليزمنتن، قلنا من اقدم المعادلات اللي تستخدم لايجاد الريت اوف رياكشن ريت اوف ترانسفورميشن بالتفاعلات البيولوجيه، وهي من العناوين والموضوعات اللي دائما البيولوجيين يستفادون منها في فلسفه تفاعلاتهم. واحنا بالهندسه الكيميائيه ايضا او بالبايوكيميكال انجينيرنج نستفاد من هذه الفلسفه في معرفه ومتابعه التفاعلات اللي تصير عندي في التحولات البايوكيميائيه. اكو تعريف مهم اخر يجب ان نطلع عليه، هذا التعريف تعريف ما يسمى بالانهيبيشن. الانهيبيشن هو نوع من انواع الانزيم انهيبيشن، نوع من انواع الانزيمز اللي يصير عندي منع للتفاعل بالهذه نصيح لريتاردر انهيبيتر. انهيبيتر هو مانع للتفاعل فيمنع بعض التفاعلات وعلى حساب تفاعلات اخرى تحدث بالتفاعل البيولوجي. فلذلك الانزيم انهيبيترز او الانزيمز انهيبيشن هو انهيبيترز، هي مواد مانعه are substances that tend to decrease the rate of enzyme catalyzed reaction اللي تثبط تقلل فعالية الأنزيمات اللي تحفز التفاعلات. فهذه أيضا نستخدمها لربما بعض التفاعلات غير مرغوبة نهبطها بهذه الطريقة. فهذه أيضا من التعريف المهمة. نجي الآن على الصفحات مالتنا اللي هي نتحدث عنها حول التفاعلات البيولوجية واشتقاق الييلد كوفيشنت. الييلد كوفيشنت اللي يرمز له بالرمز Y ممكن نكتبه بالشكل التالي: الييلد الواي كابيتال واي هو دلتا اكس على ماينس دلتا اس. شنو الدلتا اكس؟ الدلتا اكس هي تشينج ان بايوماس كونسنتريشن، هو التغير في تركيز البايوماس، على منو؟ على الدلتا اس اللي هو تشينج ان سبستريت كونسنتريشن. السبستريت كونسنتريشن خلينا له اشاره شنو هنا لو تلاحظون بالمعادله رقم واحد اشاره سالبه، دلاله على انه السبستريت شبيه يقل مع الزمن، وهذه مسألة جدا مهمة وواضحة عندكم بالترتيب. اوكي، نفس الوقت يعني تسمية النيوترينت، النيوترينت محلول التغذية هو انديكيشن للسبستريت، هو نفس السبستريت محلول التغذية زين اللي قلنا هو عبارة عن السكريات في العنب او التمر او هو النشا في الطحين. فهذا النيوترينت او السبستريت ماتيريال ممكن ايضا نقول if the overall yield coefficient for microbe growth is، راح يصير عندي للنمو الميكروبي بالشكل التالي: كابيتال واي نفس معادلتنا اللي هي رقم واحد تنكتب بالشكل التالي، هي اكس تو اس نفس الصيغه اللي احنا بديناها هي اكس على اس. فاليلد كوفيشنت اللي هي اكس على اس تساوي دلتا اكس ماينس دلتا اكس على ماينس دلتا اس. فهي نفس معادله رقم واحد بس راح نخليها سبيسيفايد للتعبر عن الميكروب جروث. والسبستريت مالتنا هو كونسيومد، هو يستهلك. اذا الماينس دلتا اس از ديفايدد ان تو بارتس، بما انه السبستريت مالتنا ده يستهلك فاذا هو بالحقيقه ينقسم الى قسمين او عنوانين تو كومبوننتس. اول شيء الدلتا اس مالتنا هي تنقسم الى دلتا اس سب جي، هذه السب جي هي البارت الكونفرتد انتو سيلولار ماتيريال، السيلولار ماتيريال اللي هي البايوماس بعدين زين سيلولار خلويه، الماده الخلويه
اللي هي البايوماس، جزء من السبستريت راح يتحول الى بايوماس. البارت الثاني remaining being that used for maintenance، نحتاجه في عمليات الترميم، في عمليات صيانة النظام البيولوجي اللي موجود عندي. فإذا السبستريت راح يتجزأ إلى جزئين، إلى دلتا السب جي اللي هو هذا الرئيس اللي يتحول إلى كتلة حية إلى بايوماس، والبارت الآخر أحتاجه في عمليات المينتيننس في السيستم، وعليه معادلتنا اللي هي معادلة رقم واحد راح تتحول إلى واي سب جي اللي هو إنديكيشن إلمن للبارت الأول، اللي هي اليل كوفيشنت البارت الأول اللي يروح يتحول إلى كتلة حية يساوي الدلتا اكس على ماينس دلتا اس جي، اللي هي الدلتا اس جي قلنا شنو إنديكيشن إلمن، إنديكيشن إلى الشيء اللي يتحول إلى كتلة حية. هذه هي معادلة رقم اثنين اللي هي انبثقت من معادلة رقم واحد بالسيستم. هذا يسمى بالترو جروث ييلد، هذه المعادلة تسمى بالترو جروث ييلد، النمو إنتاجية النمو الحقيقي هذه. اوكي this required for converting substrate feed اللي هو الفيد into mass of the cells اللي هو نسميها البايوماس. فإذا هذا الجزء من السبستريت المهم هو اللي يتحول إلى بايوماس، وقلنا يبقى جزء آخر بسيط هو هذا لأغراض الصيانة والمينتنس في داخل السيستم. الآن نتحدث عن الماتيريال بالانس اللي راح تجرى على السيستم. بنشوف انه الماتيريال بالانس للكونسامشن سبستريت، السبستريت اللي استهلك بالشكل التالي اللي هو توتال كونسامشن اوف سبستريت. شو يساوي جزء منه قلنا وين يروح؟ سبستريت يوز فور جروث، جزء منه يروح للجروث، والجزء الاخر زائدا السبستريت اللي يوزد فور مينتنس اللي يستخدم في ترميم النظام واعاده تاهيله. فنشوف رياضيا راح نعبر عن هذا الكلام اللي هو بتغير السبستريت دي اس باي دي تي يساوي الدي اكس باي على دي تي في الواي كابيتال جي اللي هو قلنا يروح للجروث للبايوماس زائدا الام في الاكس. هذه معادلة ثلاثة، معادلة مهمة، والام هي شنو السبيسيفيك ريكويرمنت فور مينتنس، هو الشيء اللي نحتاجه لاغراض الترميم وصيانة السيستم. وممكن أن نرتب المعادلة ثلاثة، هاي مجرد معادلة ثلاثة، نرجع نرتب حدودها بالشكل التالي. تطلع الواحد على X هنا، X تجي عندي بعد ما أقسم وأرتب حدودي فأقسم على X، فيصير عندي واحد على X dS by dt يساوي واحد على X dX by dt في واحد على YG زائدا الM. هذه معادلة رقم أربعة، وحقيقة هذا الحد اللي هو الترم اللي هو واحد على X dx by dt هو specific growth rate of microbes اللي قلنا عليه هو هذا الشيء المهم. راح نطلق عليه Y تسمية الميو، سوري راح نطلق عليه تسمية الميو. الميو إذا شت مثل specific growth rate of maintenance واللي هي تساوي واحد على X dx by dt. نرجع نرتب حدودنا مرة أخرى، فراح يصير عندي ds by dt على dx by dt يساوي واحد على الواي sub g زائدا الام على الميو بعد ما قسمنا النظام على الميو، فصارت عندي معادلة خمسة. إذا نستمر بترتيب وضعنا وضع المعادلات، وهذا الاشتقاق مهم اللي هو ds by dx يساوي واحد على الواي x على S يساوي واحد، لأن DX DS by DX احنا أخذناه في بداية الصفحات انه تغير الاس على DX هو شنو؟ هو YX على S اللي هو المقلوب مالتها في بداية الصفحات السلايد القبلها. اوكي فجبنا هذا التعريف من هناك، ويساوي نكمل واحد على YG زائدا M على ميو، هاي معادلة ستة. فإذا عرفنا هاي منين اجتي، هذه اجت استعاضيناها من السلايد السابق باعتبار احنا سابقا قلنا دلتا اكس على دلتا اس ماينس، الاشاره الماينس قلنا هسه ما ظهرت لان هي انديكيشن انه السبستريت هو دا يتناقص، هذه هي المقلوب مالتها. فصار عندي معادله 6. اذا نقدر نقول ات هاي سبيسيفيك جروث ريت، لما يصير عندي سبيسيفيك جروث ريت عالي الميو از انسيغنيفيكانت، مقدارها كلش قليل، فممكن ان السيستم يبسط الى الشكل التالي. اذا تتبسط المعادلات مالتي بالشكل التالي اللي هي الواي اكس
على اس تقريبا تساوي البايوماس الجروث مالتها اللي هو الواي. هذه النتيجه اللي وصلنا لها، انه موضوع السبستريت يروح باتجاه الكتله الحيه هو وارد جدا وهو المهم، واللي موضوع المينتنس اللي يروح على المينتنس هو مقداره بسيط جدا. هذه النتيجه اللي وصلنا لها، هذا هو الكونكلوجن من هذا الاشتقاق، هاي الاستنتاج، انه الواي اكس اللي اخذناه في بدايه السلايد السابق هو نفسه يصير اللي يتحول الى الان. نتحدث عن موضوع اخر بالكتله الحيه، نفس الموضوع ولكن نستمر بالاشتقاق مالته، هو موضوع الميكروبيال جروث، النمو الميكروبي، وهذا احنا ايضا ذكرنا لكم في مناسبات سابقه. فاذا اعتبرنا الماس اوف سيلز، كتله الخلايا على اليونت فوليوم، هذا التركيز كتله على اليونت فوليوم اوف اباتش كلتشر، في موضوع عندي عملية زرع بيولوجي بطريقة الوجبات بالباتش كلتشرز is represented by X. وthen the exponential growth of the microbes is given by Malthus law أو Malthus equation، هاي المعادلة المهمة اللي هي لهذا العالم اللي سميت باسمه. فإذا هي dx by dt، تغير اللي يصير عندي اللي هو قلنا بالx اللي هي mass of cells على unit volume. فإذا dx by dt يساوي الميو اللي عرفناها قبل شوية في الx، هاي معادلة 7. أوكي، where t هو time، الميو the specific growth rate of culture اللي عرفناها سابقا، and the quantity X هي الميكروبيال density اللي هو البيوماس concentration. إذن ال X هي تركيز البيوماس، اللي قلنا شنو؟ mass of cells per unit volume، وحدات البيوماس شنو شباب؟ هي mass of cells على unit volume. إذن البيوماس concentration هو الميكروبيال density اللي هو البيوماس concentration. أوكي، هاي المعادلة رقم 7، كل ما هنالك راح نجري عليها انتجريشن بسهولة، تصير عندي انتجريشن لها تكامل. فإذا equation of 7 راح يصير لها انتجريشن، ومن أسوي لها انتجريشن أحتاج boundary conditions. فإذا عندما ال x يساوي naught أو ال x naught اللي هو initial concentration مال البيوماس at time equal 0، فبالبداية التركيز مالت السبستريت والبيوماس شبيه هو ثابت، هو X naught الـ initial concentration قبل بدء التفاعل، وهو X at time T، في أي زمن هو X راح يكون حسب الزمن الموجود، لأن مع الزمن هو دا يتناقص، لأن عندنا batch operation، حاطين الكمية مالتنا من المواد اللي هي بيها مواد سكرية وقاعد تتناقص مع الزمن، والسبستريت قاعد يتحول إلى نواتج، فإذا هو يتناقص مع الزمن. فإذا الانتجريشن مالتي راح يصير بالشكل التالي، راح يصير بالشكل المعادلة 8 اللي هي تصير لين، هذا دي اكس باي دي تي ميو اكس، اوكي، هي اشتقاق مالتها هو لين، اوكي، واضح جدا وبسيط الاشتقاق الانتجريشن. فاذا لين اكس على اكس نوت يساوي ميو تي، هاي معادلة 8 مهمة، وممكن ان ناخذ اكسبونينشال للطرفين، راح تصير المعادله، هذه هي المعادله المهمه جدا اللي تستخدم كثيرا في عمليات الجروث الميكروبي في الانظمه البيولوجيه، اللي هي الاكس اللي قلنا تركيز الكتله الحيه في اي زمن تساوي الاكس نوت اللي هو تركيزها بالبدايه في الاكسبونينشال الميو، وعرفنا شنو قيمه الميو وما هي رياضيات الميو وكيف تحسب في التي في الزمن، هذه معادلة 9. Equation 9 هي أكيد indicated that the growth is exponential، النمو هو بشكل exponential، وهذا واضح أخذناه في كثير من التفاصيل وراح نشوفه بالسلايد القادم، هو الشكل مالته فعلا exponential. هذه هي المعادلة مالتي، والبيوماس concentration مالتنا لو افترضنا أنه هو راح يتضاعف، يتضاعف دبل، فراح نطلق على الزمن التايم لما البايوماس مالتي تتضاعف، وهو شيء منطقي تتضاعف، مثل ما قلنا مثال العجين، انه من يصير عند استهلاك للنشا الموجود بالعجين بالطحين راح الكتلة الحية تكبر، ولذلك ينفش، قلنا به المصطلح ينفش او يكبر، يصير لجروث للعجين. فاذا افترضنا انه الزمن مع زيادة الزمن
يزداد راح يصير عندي شنو دبل بالبايوماس فور بايوماس كونسنتريشن فدبل بالتايم اللي هو تي دي انديكيشن انه ضعف الزمن ذين كويجن 8 نرجع المعادله 8 راح يصير عندي لين 2 في الاكس نوت على الاكس نوت اوكي ويساوي ميو في تي دي اللي هي المضاعف الزمن المضاعف هاي معادله 10 وعليه الزمن المضاعف اللي هو الخاص بالجروث تي دي يساوي لين 2 على ميو باعتبار الاكس نوت تختصر مع الاكس نوت يبقى بس الاثنين والميو فصير معادلة 11 هذه معادلة 11 أيضا مهمة اللي تنطبق للأنظمة لما الـ time of the biomass concentration is doubled عندما يستمر الزمن ضعف النظام اللي يحتاجه فراح يصير عندي النظام بالشكل التالي اللي هو TD على لين 2 على الميو والجروث كيرف مثل ما شرحنا لكم إياه سابقا الجروث كيرف بالشكل التالي اللي هو عندنا البايوماس اللي هو اللوج سكيل هنا راسمينه احنا مع التايم وعرفنا انه المناطق المختلفة اللي اخذناها عندي منطقة الاولى منطقة اللاج فيز التأقلم منطقة الاكسليريشن اللي ازداد وهاي اللي قلنا اكسبونينشال الشكل مالتها اكسبونينشال وهذا المهم للمهندس من يصمم المفاعلات مالته هذه المنطقة هي المهمة منطقة الاكسبونينشال بعد ذلك تبدي منطقة ستيشنري ركود بيها وبعد ذلك هاي المنطقة وراها يبدي الديكلاين أو الديث زون اللي هي منطقة الموت اللي تحصل للبكتيريا أو للكائنات الحية لأن بعد ماكو سبستريت فيصير عندي منطقة موت أو تردون هذا الرسم أوضح هو نفس الفكرة هذا اللاج فيس هذا الاكسبونينشال فيس وهذا الستيشنري فيس الطور الثابت وراه رأسا النظام ينهار عندي ويبدأ المثال اللي ذكرنا لكم يا عذرا يعني مثلا مثال الخبز قلنا يحمض او الحليب يحمض نتيجة موت السيستم اللي موجود عندي والبكتيريا تقوم تحول الحليب او تحول العجين تحوله الى احماض امينية اللي نشوف طعمها غير مستساغ بعد اذا طال الزمن زمن التخمر وهذا غير مرغوبي فاحنا اللي هنا ونقطع كمهندسين كمصممين نصمم عند منطقة الاكسبونينشال فيس. هذه هي قصة السلايدات الصفحتين اللي خاصة بالاشتقاق أرجو أن تكون واضحة عندكم ومتمنين لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله وشكرا جزيلا لطلبتنا وإذا عندكم أي استفسارات إحنا حاضرين شكرا جزيلا.